السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج قطر الندى، أولى حلقات قطر الندى من داخل جمهورية مصر العربية مع قافلة العون المباشر الخيرية. زي ما أنتم شايفين القافلة دي أو القافلة إن شاء الله معانا، وهنروح على محافظة قنا إحدى محافظات صعيد مصر. ودلوقتي تعالوا نتعرف على الناس اللي طالعين، ما شاء الله عليهم ناس كلهم خير، تعالوا نشوفهم ونرجع معكم تاني. محافظة قنا إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد، يحدها شمالا محافظة سوهاج، وجنوبا محافظة إسوان، وشرقا محافظة البحر الأحمر، وغربا محافظة الوادي الجديد. وتتميز المحافظة بمناخ قاري شديد الحرارة صيفا وشديد البرودة شتاء أيضا، وأحيانا تتعرض المحافظة للسيول التي تنحدر إليها من مرتفعات البحر الأحمر. عندما علمت أنني سأصاحب جولة قافلة مؤسسة العون المباشر، تبادر إلى ذهني فورا قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللي محتاجنا يلاقينا إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. وده يعني دي أنا نيتي عموما من عشرات السنوات، ويعني أجد قلبي في خدمة الناس. نقطة تجمع القافلة كانت بمدينة 6 أكتوبر، حيث تلاقت سيارة الخدمة الطبية مع سيارة النقل التي قام المتطوعون بملئها بما تم إعداده من معونات مختلفة ليتم توزيعها على المستهدفين من القافلة. بفضل الله عز وجل دي هنقول القافلة رقم واحد، لكن احنا بفضل الله عز وجل لينا شغل تاني مش قوافل، بنركب مية، بنركب أسقف، بنعمل حمامات، شغل مباشر في الكرة، لكن قافلة إغاثية بهذه الطريقة دي أول مرة إن شاء الله. وفي بداية الطريق كان سؤالي عن سبب النهم المحمود الملاحظ للعمل الخيري الإسلامي في صعيد مصر. وحضرتك الصعيد أصلا احنا ما كناش نقدر نخشه ابتداء، يعني ما كناش نقدر نعدي الصعيد، فلذلك يعني كان بينزلهم الاخوه من القطارات وبينزلوا الاخوه من الميكروباصات، واخد حضرتك؟ فكنا طبعا صعيد بالنسبه لنا منطقه محظوره، فعشان نشتغل في الصعيد فكان لابد ان احنا نعمل اي طريقه. فحضرتك بعتنا اخوه مش ملتحين، ناس مش ملتحين، وبعتنا معاهم كاميرات فيديو وقلنا لهم صوروا لنا الحاله على الطبيعه علشان تقدر تحدد. انا سمعت هناك في ماساه، فما كنتش عارف حجم الماساه ايه. قبل الثوره احنا كنا شغالين في العمل الاغاثي والدعوي، كان في تضييق جدا جدا في العمل الدعوي، يقول لك اشتغل في الاغاثي زي ما انت عاوز، اكل وشرب وكده واعمل، لكن تدعو وتعلم وكده دي كان في تضييق جدا. ربنا يحفظه الشيخ سيد ابو القاسم، يعني ربنا يحفظه. قبل الثوره قعد 10 سنين عمل 6 حضانات في جمهوريه مصر العربيه، وجه قبلي الصعيد في 10 سنين. بعد الثوره عملنا 226 حضانة في سنة واحدة بس، طريقة نور البيان في محافظات مصر بفضل الله عز وجل، وجه قبلي برضو، كنا شغلنا كله في وجه قبلي. يعني 6 حضانات في 10 سنوات في سنة واحدة بس 226 حضانة. ونظرا لطول الطريق فكان ولا بد من التوقف، وهو ما سارعنا به باختيارنا قبل أن يفرض علينا للسبب الذي سترونه. انتهزنا الفرصة لممارسة الرياضة من باب تليين العضلات المتيبسة بفعل طول الجلوس بالسيارة وتجديد نشاط الجسم، ولا مانع من استعراض بعض المهارات، ثم عاودنا المسير. وبعد عدة ساعات أخرى وصلنا بحمد الله لقنا، وكنت أظن أن هذا هو نهاية المشوار، غير أنني كنت حسن الظن نوعا ما. السلام عليكم. نجادة الأسلام. نجادة حق بعد إذنك. نجادة. نجادة. عايزين نروح نجادة.
اخر الشارع على الشمال. ايوه خش شمال يعني. بقول لك بس انت مش عند عند ال لا هخليك يا عمنا لا اقصد يعني عند الميدان كنت في ال هو طلعت هو على كل واحد كده. طيب ربنا يا عمنا 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 هو حوالي كم كيلو كده؟ بتاع 13 كيلو 12 كيلو؟ طيب جزاك الله كل خير متشكرين شكرا شكرا مع السلامة. هدأ توتري بعض الشيء بفعل المنظر الخلاب لنهر النيل وأخيرا وصلنا نجادة. سيد أبو القاسم أهلا بك وسامعين عنك طول الطريق إن شاء الله. هو ده حق السيد أبو القاسم إن شاء الله. الحمد لله على السلامة يا شيخ. بعد حوالي أكثر من 8 ساعات سفر وصلنا الحمد لله مركز نجادة. الناس الطيبة دي وصلت معانا الحمد لله وخليكم معانا في الرحلة. هو ده المكان اللي هنفطر فيه. وبخطى متثاقلة وأعين شبه مغلقة خطونا إلى مقر إقامتنا بنجادة، وفيما انهمك المتطوعون في تفريغ حمولة السيارات من مساعدات مختلفة ليتم تخزينها أيضا بمقر الإقامة. اتخذت قراري وسرعان ما اتفقت الآراء استعدادا لبدء العمل الفعلي في الصباح التالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في يوم جديد. احنا امبارح وصلنا من السفر ونمنا ما عملناش اي حاجه، ريحنا خالص، والنهارده ان شاء الله هنروح اول قريه اللي هي حجر طوخ. ودلوقتي هنشوف العربيه اللي ما شفناهاش امبارح اللي سبقتنا اول امبارح، دلوقتي هنشوفها مع بعض ونشوف المعونات اللي فيها وهي بتنزل. هننزل هنا شويه وهناخد معانا شويه في حجر طوخ وان شاء الله يبقى يوم موفق ان شاء الله وتبقوا معانا خطوه بخطوه قطر الندى. دلوقتي احنا بننزل حوالي 120 شنطة علشان قرية حجر طوخ. احنا جوه نزلنا 100 شنطة تقريبا علشان القرية اللي بعديها، ودلوقتي زي ما انتم شايفين بننزل 120 شنطة عشان القرية اللي احنا رايحينها دلوقتي او القرية اللي هي قرية حجر طوخ. اكتملت الاستعدادات وبدأنا التحرك لحجر طوخ. تناسيت مشقة الطريق فور ان لمحت هذا المنظر الخلاب والذي كان وللعجب تقدمة لحال مغاير تماما. احنا وصلنا دلوقتي قرية حجر طوخ، زي ما احنا شايفين حياة بسيطة جدا جدا جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة من التمدن او التكنولوجيا او اي حاجة زي ما احنا شايفين كده. وقالوا لي كمان واحنا جايين الوحدة الصحية بتاعتهم مهجورة، وكان في بنت هنا المكان فيه تعابين وفي حشرات وفي حاجات، بنت هنا في المكان بنت صغيرة لدغة تعبان صغير خالص، للأسف ما قدروش ينزلوا بيها أي حتة، وحصل في الآخر رجليها اتقطعت بسبب هذا الأمر. ما عندهمش واحدة صحية، ما عندهمش حياة كريمة، على الأقل العيشة الكريمة اللي البني آدم المفروض يعيشها يعني. فإحنا هنشوف دلوقتي إحنا ممكن نعمل لهم إيه، وهناخد لقاءات مع الناس عشان نقول الحمد لله. بس نشوف القرية مع بعض. المتأمل البيوت القرية ليس بالصعب عليه أن يدرك أنها لا تمت بصلة للمعاني المتعددة المرتبطة بكلمة بيت في معاجم اللغة العربية أو حتى غيرها من اللغات، لتشكل معاني مغايرة تشير للبؤس والشقاء وربما أيضا الخطر. عم خضير، ازيك عم خضير؟ انت بتعاني من ايه عم خضير؟ عندك ايه؟ عندي عنينة في الدم وما تعالت مية ناصر. بتتعالج في معهد ناصر؟ اما دينك ميات ودوني 11 حقنة ودوني 3 كيلو دم في اليوم. كل قد ايه؟ كل شهر لازم. كنت الاول كنت كل يومين كل 15 يوم يدوني بلوك، خلاله كل شهر اروح لازم يدوني الدم وياخدوا تحليل مني. يدوك الدم وياخدوا تحليل مني؟ بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه عم خضير؟ بقالي شهر لسه، بقالي سنتين دلوقتي ماشي في السنة الثانية والله. يعني انت دلوقتي ماشي في السنة الثانية بتتعالج؟ اما اتعالج وربنا اللي فوق. طب قول لي يا عم خضير، انت اكتشفت ان انت تعبان ازاي؟ نعم؟ اكتشفت ان انت تعبان ازاي؟ ما انا حولني دكتور من هنا لما كشفت هنا، حولني دكاترة على معهد ناصر. لا انا قصدي
طيب انا بس عايز اعرف انت يعني ايه اللي حسسك انك تعبان؟ حسيت بايه؟ حسيت الدم الدوكيت اللي كان الدهوني ينشف. اتعبت لما تعبت حوالي رمى الناطق قالوا الدم اللي ياخده كله كان ايه ياخد 2 كيلو يلقى اتحرق. يعني بتحرق دم بسرعة يعني. دوكيت من مدة شهر دوكيت الدم ريح معاي قالوا كل شهر كل شهرين كل شهر تاجي تاخد تحليل دم وتاخد دم. وما معيش اصلا معيشة يعني المعيش على كدي. ما معيش فلوس عايز لي دوكيت مصاريف ما معيش. قول لي عم خضير انت الرحله دي بتكلف يعني عشان تنزل معهد ناصر الرحله كلها على بعضها بتكلف قد ايه؟ والله ما تكفيني 10,000 على كده يا باشا. 10,000 عشان تنزل معهد ناصر؟ والله عشان السكن وهناك نسكن فيها وعربيه واكل بس انت بتتكلم في مبلغ كبير يا عم خضر عم خضير عم خضير مش كده؟ طيب بس 10,000 كتير انك تنزل بالجلسه؟ طب هنعمل ايه؟ يعني 10,000 دي بالجلسه بكله بتتكلف في الشهر 10,000 جنيه. ما هتكلف كلها كده. بالاكل بالشرب بالسكن بالمواصلات بتمن العلاج او تمن الجلسه اللي هي اللي بتقول 10 حقن و والله ودم كنت اخد 2 كيلو دم و3 كيلو دم مدهومني 3 لتر يعني. يعني انت دلوقتي بقى لك قد ايه ما رحتش يا عم خضير؟ ما شهر ماشي في الشهر الثاني ده رايح اخر الشهر دي. يعني انت ان شاء الله اخر الشهر ده رايح؟ طيب وجبت فلوس منين يا عم خضير؟ ادون ربني منك ومن غيرك يضعفوا علي واروح. ربنا يديك الصحه يا عم خضير. الله يبارك فيكم. قول لي يا عم خضير عندك كم ابن وكم ابنه؟ والله ما عندي ولدين صغير واحد مشلول رجله والثاني برضه ما يعكس عليني. ومعي 5-6 بنات قاعدين. 5 ولا 6؟ لا 5 بنات يا عم. ربنا يبارك عشان الحسد بس 5 بنات مش كده؟ والله ربنا يديك الصحة ويعينك عليهم ويخليك ليهم. والله من الشغل عندك وعند غيرك وانت البركة كلها يعني. انت مجوز حد يا عم خضير؟ مجوز بنات؟ مجوز بنتين. معاك هنا ولا قاعدين في حتة تانية؟ لا حتة تانية. وجوازتهم بيشتغلوا ايه؟ فاعل برضه زي حالاتي. لكن انت دلوقتي قاعد ما بتشتغلش يا عم خضير؟ لا ما اشتغلش يا عم قديش عايز ربنا من فوقها هو المطلع. يعني انت قاعد ما بتشتغلش ومحتاج كل شهر تقريبا 10,000 جنيه؟ انا محتاج يا شيخ. مصدقك انا مصدقك بس انا بعرض حالتك علشان الناس تشوف قد ايه ان في ناس تعبانه وناس مش لاقيه حتى تمن العلاج اللي هو المفروض اقل حاجه للانسان او عيشه كريمه علاج كريم. او انت بتعيط يا عم خضير ولا ايه؟ والله يا عم بتعيط ليه؟ ده ربنا كبير يا عم خضير. معيش يا عم. انت بس تقول يا رب بس. اما نقول يا رب. والله انا مش عايزك تتضايق نفسك خالص. عم خضير انت عندك كام سنه؟ انا اخش في حوالي 60 سنة. طب انت بتعيط ليه بس؟ قول لي بتعيط ليه؟ من عيط عشان المعيشة ما فيش حاجة من الواحد ما يتعالج بيه. ربنا يديك الصحة يا عم خضير. ربنا كبير وما تقلقش يعني. ما تقلقش ربنا ان شاء الله هيبعت لك حتى الحاجات اللي شركه العون المباشر دي منزلاها. ربنا اللي بعت الحاجه دي معاهم. ربنا كبير بوجودكم. والله ربنا يخليك. ده ربنا هو اللي بيقدر هو اللي بيساعد. والله ربنا يديك الصحه يا عم خضير. امين يا رب. زي ما شفنا عم خضير وفي حالات كتير قوي هنشوفها علشان نقول الحمد لله. دلوقتي احنا بننتقل من مكان اللي احنا كنا فيه لحته تانية في حجر توخ برضو. يبدو من داخلتها كده انها كل البيوت مطوب الني زي ما احنا شايفين وحاجه يعني ورثه لها. ازيك شيخ خالد؟ الله يبارك لك يا استاذ محمد. عامل ايه؟ ربنا يسترك. ربنا يديك على قد نيتك ويزيدك من فضله ان شاء الله ومأجورين ان شاء الله. السلام عليكم. نعيش بقى خالص.
ما رأيته في بيت عم خضير وما ترونه معي الآن في بيت عم علي أكد لي أن العمل الخيري يتطلب أيضا في من يطلع به القدرة على تحمل الصدمات المروعة والعمل قدر الإمكان بمساعدتكم على تغييرها، سواء كان المتسبب فيه نظام ولا أو بطء مثيله الحالي في التغيير لأسباب أو لغيرها، فتبادل الاتهامات لن يفضي لنتيجة إيجابية. الحمد لله خالد، الحمد لله. أنت تعبانك بقالك قد إيه يا عم معالي؟ يبقى سنة وشوية. سنة وشوية؟ سنة وشوية. سنة وشوية. ربنا يشفيك ويعافيك يا عم علي. يا رب يوفقكم بربنا. ندعي لكم يا عم روحوا يوفقكم بربنا من أجل. يوفقكم بربنا يا رب. هو احنا كلنا مالناش غير ربنا يا عم علي، كلنا مالناش غير ربنا. نعم. كله ربنا هو الكريم. يعني ما هو اكيد ربنا هو اللي بعتنا وهو اللي بعت معانا الحاجه اللي انتوا هتاخدوها. بارك فيك. انت بتشتغلي فين يا حاج؟ بشتغل في الحرجه كده، في مع الفلاحين في الحرجه. يعني بتطلعي زي الانفار كده بتعملي حاجه؟ اطلع اليوميه طمنحي وكني. انا لما كنت نفسي وكل الراجل غلبان دي. ربنا يديك الصحه. انا المطلع والله شاب ولا عيل ولا تيل الا انت وربنا. ربنا يديك الصحه. هو بقى لك سنه وشويه عم علي تعبان كتير، يروح له خمس سنين ده هو بس لما ما يتعبان. هو يعني هو عنده ايه؟ عندي كان جلطه يغيب يحضر. رحنا حولنا على مستشفى العام بتاع جني. لو كنت بتغبط جاته ضرين لو كنت حولنا والمرح الدكتور زكريا بتاع الصدر قال عندي سخان وانتهابات. طبيعي انت قلت قال لي عندي علاج 300 جنيه وشوي. طب 300 جنيه شوي في حقنتين جبتهم 100 جنيه. شريط برشام جبته ب 47 جنيه. طب خيتك حاجه منين اني خدت منك وزحلتك ما تدبر. طب قولي لي يا حاجه، احنا دلوقتي لو حصل لا قدر الله لو حصل حاله طارئه ولا حاجه بتعملي ايه؟ ما اعمليه، ما اتصل بخيتك باي عربيه في الليل ما ارمح منه وارمح مني اصحي جيراني. جيراني روح اتصل بالعربيه من كومبلان. كومبلال والله خيتك خبط الليل والمبارح جابوا العربيه من كومبلال. اراد مسؤول الحمله تخفيف وقع الصدمات علي بعض الشيء لاتمكن من الاستمرار، فرتبوا لي ما يثير البسمه والتفاؤل، إذ لا خلاف على أن الأطفال ببراءتهم وعفويتهم وبساطتهم هم وسيلة في غاية الفاعلية لإزالة الغم والهم من النفوس. أنت اسمك إيه؟ سومة. اسمك ايه؟ سومة. سومة؟ الله اسم جميل يا سومة. ايه رايك في الفستان؟ حلو. عجبك؟ هتخليه بقى للعيد ولا هتلبسيه على طول؟ هخليه للعيد. طيب يا ستي، وانت اسمك ايه؟ منة. ازيك يا منة؟ اهلا. عاملة ايه؟ لايقة. مبسوطة بالفستان؟ كان نفسك في لون تاني ولا اللون الاحمر ده حلو؟ ده حلو يعني عجبك؟ ما كانش نفسك في حاجة تانية؟ طيب نفسك في حاجة تانية؟ خالص مش عايزه حاجه تانية؟ طيب انت اسمك ايه؟ نعمه. ازيك يا نعمه؟ عامله ايه؟ كويسه. الفستان حلو. فين الكيسه بتاعته؟ فين الشنطه بتاعته اللي كانت محطوطه فيه؟ هو ودولك كده، انا اجيب لك شنطه عشان تحطيه فيها كده وتعيني للعيد. عيد صغير ولا كبير؟ هتلبسيه في العيد الصغير ولا الكبير؟ لا العيد الصغير بقى عشان هو اللي قرب، اللي هو بعد رمضان على طول. ماشي. زي ما احنا شايفين الاطفال يعني حد عايز عجله، حد عايز بسكويته صغيره، احلامهم بسيطه يعني، وفي مكان يعني زمان احنا شايفين.